السلام عليكم جميعا إخواني أخواتي. في البداية نحب نعرفكم بنفسي، معكم الأستاذة نادية من مدينة القنيطرة. الدافع الأخوات اللي خلاني نفتح هذه القناة هو الملاحظة اللي لاحظت في النقص في هذه المادة اللي هي بالطبع اللغة الفرنسية، واللي أخواتي معظم التلاميذ لا بالنسبة للابتدائي ولا بالنسبة للإعدادي ولا حتى بالنسبة للثانوي، صدقوني والله حتى بالنسبة للثانوي جوني ناس هكا مش عنقول لكم ما شاء الله ما كيعرفوش الأ من بي بصراحة. وهذا النقص أخواتي هو اللي خلاني يعني شجعني باش أنا نفتح هذه القناة. المهم أخواتي ما نبغيش نطول عليكم في هذا التقديم، ونخليكم مع الفيديو ديالنا اللي هو أول فيديو إن شاء الله. بسم الله الرحيم. نعلم بأن اللغة الفرنسية أخواتي تحتوي على 26 حرف كيف ما كان نعرفوا جميع اللي هما متواجدين قدامكم. المهم أخواتي في المرحلة الأولى لازم الحفظ ديالهم، راهم سهلين بزاف الحفظ. علموهم لوليداتكم من الصغر، واللي عندها أخواتي صغار مستوى الأول لازم تهتم بهذا الأمر، والأم أخواتي اللي عندها صغار ما فيها عيب تقرأ معاهم تحفظ معاهم هذه الحروف، راهم سهلين بزاف الحفظ. في المرحلة الثانية أخواتي هاد 26 حرف اللي تكلمت لكم عليهم في البداية واللي راه أنا غادي نقراهم عليكم أخواتي دابا، اللي هما A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. المهم حاولوا تكرروا الفيديو مرة وجوج وثلاثة باش تحفظوهم هاد الحروف وتحفظوهم لوليداتكم. من ضمن هاد الحروف أخواتي كاين واحد، قلنا كاينين 6 ديال الحروف اللي تنسميهم أخواتي باللغة الفرنسية لي فويال، اللي هما ردوا بالكم معايا مزيان، اللي هما متواجدين قدامكم على الشاشة. قلنا هاد لي 6 ديال الحركات اللي هما كنسميوهم باللغه الفرنسيه لي فويل. المهم ردوا بالكم معنا مزيان كيف ما قلنا اللي هما متواجدين على الشاشه ا ا اي او اي اغري. المهم الا تمكنا من اننا نحفظوا هاد لي فويل راه غادي تسهل علينا بزاف اننا غادي نبقاو في المرحله الاخيره اللي هي غادي نشدو مثلا الحرف اللي هو من بعد الفويل. قلنا غادي ناخدو الحرف اللي هو من بعد لافويال أ اللي هو بي، نوضعو حداه أ باش نقراوها با، ونوضعو حداه أ باش نقراوها ب، ونوضعو حداه إي باش نقراوها بي، ونوضعو حداه كذلك أو باش نقراوها أو. كيف ما كتشوفو قدامكم إن شاء الله على الشاشة، نوضعو حداه بي إي نقراوها بي، وإيكغيك تقرا بي. وكذلك اخواتي بالنسبه لجميع الحروف نفس الشيء غادي نديرو. وهكا الى تمكننا من الحفظ ديال هاد لي سيلاب غادي نقدروا نلاقيو الكلمه اللي هو غادي يكون موضوعنا غدا ان شاء الله في لا فيديو الثانيه، لان كيف ما قلت غادي راها لغه فرنسيه، وكل يوم ان شاء الله غادي نحط فيديو باش نتبع الخطوات ديال دراسه هاد اللغه. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو الاول ان شاء الله، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو معنا في هذا لاشين وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم اخواتي حتى الغدا ان شاء الله.